ዳሩን ቲዩብን ከመረጡ ሁሉንም ማያጡ መቆም ቆም ብቻ ነው እየመረረጡ ሃሮን ቲዩብ 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 ወራባ ወራባ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة بالجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابتم شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في دار قراره إخوانا على صور متقابلين كذب فيتي يجمروني عبد الله بن المبارك تاريك زاري إن شاء الله بمايت لما جمروا يا عبد الله بن المبارك أبا بالوچنا عندهم مسافات ومسافات نا وفاتوا የሞተበትን ገልጸን የመጨረሻ ዑለሞች ምን እንዳሉ ስለነሱ ስለሳቸው ተናግረን ኢንሻአላህ በዚሁ ለማጠቃለል እንሞክራለን። የአብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ታሪክ እንዲሁ በቀላሉ የሚያልቅ ታሪክ ሳይሆን በኔ አፍ ወይም ደግሞ በተለያዩ ዳዒዎች መጻፎች የተጻፉትን ለማቅረብ በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ባጭሩ ግን ያው እንደሚያለፉትና አሁን ማቀርበውን ይመስላል። بترفع ان انت دغمو يتلايو مصاحفوچ من اعلام السلف من الى سيروا اعلام النبلاء البدايه والنهايه شفوت صفا حليه طالب حليه العليا انه حليه العليا لا يا ابو نعيم عندهم يتلايو مصاحفوچ قالو انت حالاتو بالانترنت بالانترنتم قالو بزو محاضراوچ ان شاء الله الناسو تاتواچو حالاتو مقوله الشهيره رحمه الله سو كتناغراچو تا يتاوقولت نغغروچ يتوسنتن لمغلص موكرالو كان ابن المبارك يقول كلما زيد في عمل في علمك تزيد عملك علم اوقاته بچمره قطر اوقاته بچمره قطر سرهم ابرو يچمرال يلال عند سو باوقه قطر ያወቀውን ነገር ተግባራዊ ያደረገ ይሄዳል ማለት ያወቀውን ወደ ተግባር ይፈጽመዋል ማለት ነው። እንዲሁም በሌላ አባባሉ ምን ይላል አልኢስናዱ ሚነ ዲን ይሄ በጣም የታወቀለት አባባሉ ነው። አልኢስናዱ ሚነ ዲን ወለውለል ኢስናዱ ለቃለ ማን ሻአ ማ ሻአ አልኢስናዱ ሚነ ዲን ኢስናድ ማለት ሪዋያ የሚባለው ይሄ حدثنا 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 اي يتباله كليك كلي سمو كليك كلي سمو كليك كلي نو ياغنيو ميلو حديثن ياوروتن سوچ ميغلصو ساينس اسناد يبال علم علوم الحديث الاسناد من الدين اسناد دين نو يدال اسناد باينور نرو يفلغو سو يفلغون قال رسول الله قال النبياچ اندز بلوا الله عندي بلوا لي ياله ያወራ ነበር። ነገር ግን ኢስናድ የሚባለው የዒልም አይነት ወይም ደግሞ ዑልመ ሙስጠላህ ሐዲስ ይህን ነገር ጠንቅቆውና በዚህ ጉዳይ ላይ የተካኑ ዑለሞች መኖርና ራሱ ትምርቱ ሳይንሱ ራሱ መኖሩ እስልምናን ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሷሂሁን ከደዒፉ ሷሂሁን ከመውዱዑ የሚለይ በእነዚህ ሰዎች ነው። ለምሳሌ ሐዲሱ ضعيف ነው ከተባለ لان في سنده فلان በሰነዱ ውስጥ እከለ አለ ያ እከለ እገለ የሚባለው ሰውዬ ደግሞ فقد تكلم عنه እከለ እገለ የሚባለው ሰውዬ ስለሱ አውርቷልና ይሄም سيء الحفظ ነው ወይም خرفال ወደ መጨረሻ አካባቢ ሲያረጅ ነገሮችን ገለባብቷል እንዲ እንዲ ያኑ የመሳሰሉ የጀርህ ማለት
سويون لك يالهون سوية يمينا قربت مساريانو نا إسناد الدين نو نميلو حادث حسن كتبال كسنة دوست إكال يالي يا أكال بزي قزين دزين 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 عينت سونو يتبال يمينا قرلت سند دين نو إلى عبد الله المبارك لو الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء يفلقوا سوء تنسو يفلقون ينقر نبر يميلو يتوقوا أبابالون إهن أبابال محمد بن سيرين بلوتال يا أبو هريرة درسا تابعي الكبير محمد بن سيرين من دزيانة أبابال بلوال وأن سعيد بن يعقوب الطلقاني قال رجل لابن المبارك عندما تانا من على شو ابن المباركن زاري من مكاري المكاري كويل لم تفاقو دعوة ما نقدر قالالو أنتس ميشا ما سوتها قاله لوت أنتس ميشا ما سوتها قاله هي زاري هون مكر ميشا ما سوال له هي يهم كنيك قراشو عندنا صفوت صفوة قال أبو بكر بن عبد الله بن حسن قال ابن المبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا علما فلقنا دنيا لما فلق بلن نقرقن علم الدنيا اندنثو اقطاجة اصايين امرار ستن الالو هنا ابابال للوشم بلوتال جلوشم إمام الغزالي سيهونا يكرم ساتشم يزي يتعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله يا ربة نتعلم يقول عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن المبارك أمة المحمدية بتعمي ود نبر ببالبيتوا بألقوا بسيرا بأكرم الخلق أفضل الصلاة والسلام عليه مسلمين بتأم كما ودوا يتنسى بدمو يهدر يتوقع كسو يتغنيو أبابالهم يا ليت أن الله يجعلني فداء لأمة محمد الله عنده منه لذي أمتنين في دابا درقين النبر لذي أمتن لمحمد أمت إنين منه في دابا درقين إيالة مالتو تسمتول وكان يقول لتلاميذه لتماريو تشوي النبر سيلك إذا أراد أن يرسل أحدا وده سفر بملك بتزي تماريو تشون يلنبر سوچن كاقين يه ترو سوچن كاقين يه إلوال لملك وصوف فكلهم كذي الرحم المشفق عند زمد عزان عند هنا زمد هنا لا تشو ولا تأخذ بزلتي بقوم كل قوم بسوچ ستت يسوچ ستت كل يفلك اتياز فتبقى بزماني بلا رفيق بزي زمن يا لغوادنيا تقرا الله يل نبر عبد الله بن مبارك ابن تيمية اندالو مالتو ابن تيمية اندان سوچ اندى زنبنا چويلة كاقوس الله انجا عارفو من بعض الناس كالذباب لا يقع إلا في الجرح كاقوس الله زنب كاقوس الله اندى معرفو اندان روچو دمو يسوچن ستتبچا يمي كتاتلونا يسوچن شگر مكرا يسوچن ستتبچا يفلو كزالين اندى زنب يرمي كمتوت እንዳለው ምን ተሚያ አይነት አባባል ነው የሶችን ስተት ብቻ የፈለክ ሰው ማይሳሳት የለም ያኺ ኢማሙ ማሊክ ረህመቱላሂ ዐለይ ኩሉ ሚና ይሱይቡ ወይኽቲ ከኛው ሱላችን እንሳሳታል እናገኛለን ኢላ ሷሂብ ሃዛ ፈአስራ ረቢክ ቢስዋዒሂ አው ቢየዲሂ ኢላ ቀብሪ ሸሪፍ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ይሄዚህ ቀብር ባለቤት ብቻ ነው ማይሳሳተው لذين ابن تيمية كتاب ألف رفع الملام عن أئمة الأعلام
ከአይማዎች ሲሰጥ አለ የማይሳሳተው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ናቸው ለዚህ ነው ሐዲሱ ኢጅትሃድ አሐኪሙ فأصاب فله أجران عليموچو علموچو داعيوچو علموچو داعيوچو بال علموچو سينا سي فتوى سيارغم هنا سينا قبل ساساتو چلالو بت ساساتو بت ما اجر اغنيالو حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلازي ستتن كما فلق مقوطب عند اللبن سنناغر نو عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى رحمه واسعه عندهم يسو بزو نغروچن تناغروال بزي بيچ ادلم كتابوچنم صفو نبر مؤلفاتوچ نبروت رحمه الله تعالى تفسير داودي في طبقات المفسرين عند قلصوا تفسير نبرو مسند مبالم كتاب نبرو كتاب الجهاد مبالس لجهاد ميورا يتاتم مصاف الله كتاب البر والصلاة سلزم دنانا سلدقنة من ناقرم كتاب الله سنن عبد الله بن المبارك مبال الله يهم مكتبة شامل على الله التاتم كتاب التاريخ يتارخ مصافم الله 40 الحديث ده 40 حديث عينت دمو 4 حديثات قالوت ركع الفتاوى مالوت الزهدنا الرقاق كميبال دمو يتاتمو مصاحف قالوت سله زهدنا رقائقوچ مياورا سله لبن ميامارطب اندزي عينت ود 9 يميونو مصاحف قالوت يتاوقوت ناتشو انزي عبد الله بن مبارك عندي احمد بن يونس سماه بلو اند تناغروت عبد الله بن مبارك قرا شيئا من القران كقران يهونا اياتوچن يقرال كقرا بهالا ثم قال من زعم ان هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم ايه الا مخلوقنا بلو يموجته سو بونتم بتعلقوا هيا الله سبحانه وتعالى كفرا يا لبتون إتال لمن أن القرآن غير مخلوق أن القرآن غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قرآن مخلوق أدلم يمتوك الله أن يتجمروا ودع الله يملسل لزينوا نبي صلى الله عليه وسلم دعاء سنارك ويمدمو أذكار الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله التامة قرآن با الله سبحانه وتعالى متبك بقرآن متبك إتشالال مخلوق هنو بهن نرو قرآن بسو متبك بمخلوق متبك أي تشالال قل أعوذ برب الناس بجيتو بسوج أملاك با الله متبك عندما إتشاله هلو بقرآن متبك إتشالال مخلوق بيونرو بيهن معرق بالتسطو نبر بزي قداي لاي بزو علموش بزمنات شو يتن تواتعو بتنا علاقو چاچون نغسو چاچون وهم منغسو چاچون فرتو بزو منغد يودكو بت عرنقو علا يودكو بت نغوني تاني نبر لولا إمام أحمد بن حنبل بعد الله سبحانه وتعالى احمد بن حنبل باينور كالله سبحانه وتعالى وفقوت السو باينور زاري قران مخلوق نو يميبالو نغر تنصرفتو انايو نبر نغر جن عبد الله بن احمد بن حنبل بزي بدا لاي بزو تغل اسالفوال لازم نو يا عبد الله بن المبارك من زعم او رمو أن هذا إيه قرآن مخلوق نبلو يا لسو بونت بتعلقوا هيا لبا الله سبحانه وتعالى كفر على له بزمنات شنم تمكرو نبر نقرقن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله أن بنبلو
የኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ወጦ ቁርአን مخلوق አይደለም ቁርአን مخلوق አይደለም منه بدا ከአላህ ነው የመጣው ከአላህ ነው የጀመረው ወደ አላህ ነው የሚመለሰው ብለው ايام يا احمد بن حنبل زمن باهونو تدغمو ايهم تقلبسوال ان شاء الله سبحانه وتعالى عندي بعبد الله بن مبارك فيت عند سويان اتصل انچ سيلال ولم يحمد الله الله سبحانه وتعالى ان على مسجنم تادا عبد الله بن مبارك چنقو للجو منالو سو انچ سيل مندنا ميبالالو طيقوا فقال الرجل الحمد لله انا ميبال له فقال ابن مبارك يرحمك الله له انغدي انداي قربت بلو نو عبد الله بن مبارك انداي قربت سلفلغه نو انديوم كاباوالوچو وست من الى رحمه الله عليه من بخل بالعلم علما على درسم لسوج على درسم على سراچم بلو يسسته سو الله سبحانه وتعالى بسوس نغر يفتنوال يلال بسوس نغروچ يموكروال يلال اما بموتين سويو منم سايتتقمبت تلو بغزي يوسدوال بغزي يوسدوال አውኒ ሲያኒን ወይም ደግሞ ዒልሙን ይቀማና ይረሳዋል ወይም ዒልሙን ይረሳዋል አፈቱል ዒልሚ አንሲያን መርሳት ነውና ከልቡ እንዲወጣ ይደረጋል ወይም ደግሞ ይላል አብዱላህ ኢብኑል ሙባረክ ከባለ ስልጣናቶች ጋር አቀማማጭና ጓደኛ ይሁንና እነሱም ይፈልጉትን ብቻ ያወጣ የተናገረ ትክክለኛው መንገድ ሳይናገረው ይቀራል ይህ ደግሞ የብዙ ዑለሞች መገለጫ ነው በአሁን ሰዓት የብዙ ዑለሞች መገለጫ ነው ብዙ ዑለሞች መገለጫቸው ይሆነ ነው መንግስቶቻቸው የሚፈልጉትን ብቻ ዳዋ ማድረግ መንግስታት የማይፈልጉትን መተው ለምን ያሳስራል ያስገርፋል الله قلنا ان دزار لم يسكمتوا واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله سبحانه وتعالى ቃልን ይዞ ነበር ቃል ኪዳን ገብተውት ነበር ዑለሞች ለሰዎች ግልጽ ሊያደርጉ ሊበይኑ ነገር ግን ያን መበየን መግለጽና ማስረዳት ለሰዎች ዳዋ ማድረግ ሲገባቸው ወደኋላ በመወርወር ወይም በመጣል የቅርቢቱን ዓለም በመፈለግ እውቀታቸውን ላልሆነ ነገር በመጠቀም ዱንያን ሲገዙበት ይታያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ በፊት የነበሩ উম্মቶችን በኢሳ አለይሂ ሰላም ምላስና በዳዊት በዳውድ ምላስ ረግማቸዋል لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون እንዲሁም በሌላ አያትም ተራግሟል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ብቻ ሳይሆን መላእክቶችም አጠቃላይ የሰው ልጆችም በአጠቃላይ ይረግማሉ ان الذين يكتمون من بعد ما بين ان الذين يكتمون الكتاب من بعد ما انزلنا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اولئك እነዚህ አላህ ይረግማቸዋል ረጋሚን በአጠቃላይ ይረግማቸዋል ይላል ይህ ነው መጨረሻው መንግስታቶችን ቀርበ አቅጣጫ ለታስዛቸው ከሆነ
ትክክለኛው መንገድ ልታ መራቸው ከሆነ ባላባቶችን ሀፍታሞችን የቀረብክ ባንክ ቤት እንዴት ወስደው ሀፍታም እንደሚሆኑ የነገርካቸው እንዴት حرام እንደሚሰሩ حرامን ያስተካከልክ ያሳመርክላችሁ በዚህ ተወጣላችሁ በዚህ ተወጣላችሁ ሳይሆን እንደነ ረጃ ابن حيዋ رحمه الله تعالى لسليمان ابن عبد الملك አማካሪ ነበር አኺራሃን እንዳታበላሽ ንግስናህን ለልጅ ለህፃናቶች ሰጠህ እንዳታበላሽ አኺራሃን ለዑመር ابن عبد العزيز ሰጠው ብሎ በመምከር አቅጣጫ ያስያዘበት ሁኔታ ነበር ዑለሞች ሊያደርጉት የሚገባው አቅጣጫ ማስያዝ ነው ومساء غربا 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 هارون 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 ሃሩን ቲዩብን ከመረጡ ሁሉንም ማያጡ መቆም ብቻ ነው እየመረረጡ ሃሩን ቲዩብ